السلام عليكم، يعطيكم العافية. محاضرة اليوم راح تكون عن تشابتر الليست اللي راح أبلش فيها مباشرة. راح نبلش بتشابتر الليست ونتعامل معاه ونشتغل عليه. فراح نبلش بأول شيء المواضيع الرئيسية اللي بهذا التشابتر. راح نحكي عن الليست، راح نحكي عن السيتس، راح نحكي عن تبلز سترينج والديكشنريز الموجودة عندي داخل البايثون. فمبدئيا احنا بهذا الشابتر رح نحكي عن اول موضوعين اللي باللون الاحمر الليستس والسيتس. طبعا هذول اللي رح ناخذهم في هذا الكورس فقط لا غير. طبعا رح نبلش مع الليستس. اكيد الليستس انه هي عبارة عن قائمة او مجموعة من القيم المرتبطة مع بعضها البعض، ممكن انه احنا نعمل لها اكسس من خلال مسمى واحد او نوصل للمعلومات اللي داخل الليست هاي او القائمة هاي من خلال مسمى محدد. احكي لي عبارة عن ايش الليست؟ هي is an order not in the content but in the index. هي عبارة عن قائمة مرتبة حسب index وليست حسب القيم الموجودة داخلها، وهم كلهم قيم متتابعة بيكونوا مخزنين داخل الذاكرة الرئيسية. طبعا احنا بنقدر نشوف هذول السيكونس داخل السترينج، فكنا نحكي الاندكس من صفر لنهاية السترينج او عدد العناصر ناقص واحد، او بنقدر نمشي بالعكس من سالب واحد الى عدد العناصر سالب. فبالنسبة للسترينج هي حكينا هي عبارة عن ليست، مجموعة من القيم، كل كاركتر بعتبر لي اياه كاركتر لحاله وله اندكس لحاله وله قيمته وله تعامل معه. الليست الان برضه رح يتعامل مع الاندكس، رح يعتبر انه مجموعة من القيم لكن مش از كاركتر. الان رح يكون عندي مجموعة من قيم مختلفين عن بعضهم سواء في النوع او في الحجم او في الامور الاخرى. طبعا بحكي لي السترينج هو فقط عبارة عن نوع من أنواع الليست اللي هو عبارة عن الكاركتر، وبتعامل معهم كاركتر باي كاركتر بهاي الطريقة. كيف أنا الآن بدي أبني الليست؟ بحكي لي إنه في عندي طبعا الليست هي عبارة عن داتا ستراكشر، هيكلية، طريقة لتخزين المعلومات داخل الذاكرة الرئيسية بشكل إنه يسهل علينا تخزين المعلومات هاي واسترجاعها بأسرع وقت ممكن. الآن بما أنها هي data structure، هي هيكلية معينة، معناته في عندي شيء اسمه constructor. الconstructor هو عبارة عن method بتعمل initialization أو بتعطي قيم مبدئية لهي الليست، بتسهل التعامل معها، بتربطها مع methods الأساسية الموجودة داخل البايثون اللي بتخص هي الليست. طبعا name the same as the data structure، الكونستركتور بيكون اسمه نفس اسم الديتا ستراكشر اللي احنا بنتعامل معاه. It takes an iterable data، في عندي مجموعه من القيم ممكن نمشي عليهم من خلال لوبس مختلفين ونتعامل معهم ونقراهم. طبعا نقدر احنا نضيف عليه مجموعه من القيم على هي الليست في اي مرحله من مراحل الكودينج اللي احنا بنشتغل فيها. طبعا بحكي لي هاز شورت كات، برضه في عندي طريقه مختصره للتعامل معها من خلال السكوير براكتس اللي هم بالاقواس بهذا الشكل لحتى يبين عندي بدايه هاي الليست نهايتها، نشوف شو العناصر اللي انا بدي اخزنهم داخل. الان ممكن احنا نبني الليست باكثر من طريقه من الطرق الموجودين عندي الان بهذا الاكزامبل. فالان الليست خلينا ناخذ اول اكزامبل انه انا بتوين براكتس حط قيم بيناتهم فواصل. فالواحد هي في الاندكس 0، الاثنين هي في الاندكس 1، حرف الـ A 2، والرقم اللي هو الكسر هذا هو في موقع 3. بالنسبة لهي الأرقام وهي القيم هم كلهم من أنواع مختلفة، ففي عندي هون انتجر، في عندي كاركتر، في عندي دبل كقيم، فتعامل معهم بطرق مختلفة. ما في مشكلة أبدا إنه داخل الليست يكون في عندي مجموعة من قيم كلهم من أنواع مختلفة نهائيا، مش مثل السترينج كلهم بتعامل معهم أز كاركتر، هون بتعامل مع كل قيمة بشكلها اللي هي موجودة فيه. فممكن أعتبر الليست إنه هي مثل سجل بخص مثلا طالب واحد. فممكن رقمه الجامعي، علاماته، اسمه، الأدرس، عنوان السكن تبعه، التخصص تبعه إلى آخره. فكل معلومة لها نوعها الخاص، بتعامل مع كل معلومة حسب النوع اللي هي محددة فيه وبيشتغل عليها بدون أي مشاكل أبدا. ممكن برضو الليست تكون كلياتهم من نوع واحد، فإذا بتطلعوا هون هي عبارة عن list of string،
فمندي بيعتبر لي اياها في الاندكس 0 كلياتها، تيوزداي في الاندكس 1 وهكذا. فهون بيعتبر لي اياهم كل قيمه داخل دبل كوتيشن او داخل السنجل كوت هي عباره عن قيمه واحده من داخل الليست، هي عباره عن اندكس واحد وليست مجموعه اندكسز. ممكن نبني كمان ليست اوف ليستس، شو معناها؟ انه انا داخل القائمه واحده عندي مجموعه من القوائم، فممكن انا الطالب الاول، الطالب الثاني، الطالب الثالث وهكذا. فالقائمه الاولى هي الواحد اثنين ثلاثه، القائمه الثانيه هي الاي بي سي مثلا. ليست فروم كولكشن، ممكن احنا ناخذ السترينج ونحوله الان لليست، فكلمه هلو الان بتتحول لليست بالطريقه هاي، بنكتب كلمه ليست قبل. فالان اذا انا بدي اطبع القيم او بدي اطبع اي وحده فيهم، الاولى رح تطبع لي اياهم بالشكل هذا، الثانيه، الثالثه، الرابعه. بدنا نجربهم على البرمجيه، فخلينا نبلش فيهم وحده وحده. خلينا نسمي مثلا اس 1، خلينا نسمي هي الليست الاولى. الليست الاولى فيها رقم، رقمين مثلا كاركتر، سوري فيش دبل الكودز، هاي هون A، الآن رقم كسري 1.33، ممكن إني أحط true false بالشكل هاد، ممكن أرجع أحط string، هاي كلمة hello بهاي الطريقة. الآن هاي عبارة عن list من قيم مختلفة من أنواع مختلفة. إذا أنا حاولت أطبعها فهي بدي أعمل print للS1، فبكل بساطة رح يعطيني القائمة زي ما هي كقائمة. الآن أنا عم بعطيك القائمة كلياتها، بما أنه أنا أعطيتك اطبع لي S1 كلياتها رح يعطي القائمة كلياتها. طيب لو أنا حكيت لك مش اطبع لي S1 كلياتها، اطبع لي S1 في الاندكس مثلا صفر، فأنا الآن بدي أروح على الاندكس صفر اللي هي أول قيمة اللي هي الرقم واحد فقط اللي اطبع لي إياها. فإذا أنا كتبت اسم الليست كاملا لحاله بدون أي اندكسز بطبع لي القائمة كلياتها بدون أي تعديل. لكن إذا أنا حكيت لك اطبع لي من اندكس معين، مثلا خلينا نطبع الاندكس 4 على سبيل المثال، فهون بهي الحالة طبع لي كلمة ترو، بطبع لي إياهم زي ما هم. الاندكس 5 راح يطبع لي كلمة هلو بهي الحالة. فإذا الآن بناء على الاندكس اللي أنا بشتغل عليه ممكن إنه يطبع لي، ممكن نتعامل مع الاندكس السالبة، فالسالب واحد هي كلمة هلو اللي هي ببلش من هون، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة وهكذا. مرة ثانية إذا أنا ما حطيت البراكتس، كتبت اسم الليست فقط، بيطبع لي إياها كلياتها بدون أي تعديلات. هاي بالنسبة للليست الأولى. طيب إذا أنا عملتها ليست أوف ليست، جيت حكيت لك هاي الليست الأولى بالشكل هذا. طبعا ننتبه إنه لازم يكون في عندي فواصل بتفصل كل جزئية عن الثانية والأمور كلياتها صحيحة. هاي الليست الثانية هيك. الآن هاي عبارة عن two lists مربوطين مع بعضهم. فإذا أنا كتبت له S1 المفروض أنه يطبع لي two lists الموجودين بالشكل الموجود عندي الآن. فواحد اثنين A و 1.33 true hello كلياته رح يطبع لي إياه بهي الطريقة. إذا الآن أنا حكيت له اطبع لي S1 الاندكس 0، رح يجيب لي الليست الأولى أو القائمة الأولى اللي هي 1 2 A. فرح يعتبر انه الاندكس 0 هي الجزء الاول، فرح يجيب لي الواحد اثنين ايه. طبعا اذا انا بدي اتعامل مع جزء داخل الليست الاولى برضه رح يكون في له طريقته، بس خلينا نكمل اول شيء نفهم كيف التعامل مع الليست بشكل عام. هاي الطريقه الثانيه، حكينا ممكن برضه انه انا اجيب لك ليست، اجي احكي لك ليست كلمه محجوزه الان، احكي لك داخل الكوتيشن بهذا الشكل، بدي اكتب كلمة مثلا هاي او اي فروم بايثون. الان ننتبه بس انه الاقواس موجودة. الان شو بده يعمل لي اياه؟ راح ياخذ لي هي الكلمة كلياتها، يقسم لي اياها كل كاركتر، يحط لي اياه في اندكس لحاله، ويحول لي اياها لليست بالشكل التالي. فحرف الاتش هي في الموقع 0، الاي موقع 1، الفراغ طلعوا حتى الفراغ اخذت لي اندكس خاص فيه. فاذا الان انا بحاول اطبع الاس 1 باندكس مثلا 2 على سبيل المثال، راح يجيب لي الفراغ ما راح يعطيني شيء. الاندكس 3 اللي هي حرف الاف راح يجيب لي حرف الاف لحاله.
شو اللي سواه عندي هون؟ هو عبارة عن تقسيم السترينج الموجود عندي داخل الدبل كوتيشن، كل كاركتر اعتبر لي اياه قيمة منفصلة عن الثانية. ومرة ثانية إذا أنا بطبعهم نشوف إنه كل حرف هو في إندكس خاص فيه مفصول عن البقية تماماً. فالآن بدنا نشتغل مع هذا الأس بهي الطريقة. ممكن إنه برضو أنا أجي أحكي لك لا إنه أنا بدي إياها بالطريقة هاي. ننتبه إنه البراكتس عندي بشكل الآن بدها تكون المربعة لحتى ياخذ لي إياها. فأنا ممكن أجي أحكي له إنه كلمة هاي الإندكس الأول، أوكي، كلمة فرام الإندكس الثاني، كلمة بايثون الاندكس الثالث. فإذا أنا بطبعها الآن كل كلمة بيعتبر إياها في اندكس منفصل عن الثاني. ننتبه إنه إذا تركت فراغات الآن رح يجيب لي إياهم بالطباعة، رح يجيب لي إياهم بعمليات المقارنة، رح يشتغل لي عليهم بالشكل اللي هم موجودين فيه. هاي بالنسبة لهذا الإكزامبل وطريقة الحكي الموجودة فيه. الآن رجع بيحكي لي عن نفس الإكزامبل، أو خلينا ناخذ الجزء اللي تحت نطبقه برضه لحتى نشوف انه كيف التعامل معه، هل في اختلافات عن اللي احنا شرحناه او لا. اكيد لا، كلياتهم امورهم تمام. فالاولى انا اجيت حكيت 1 2 حرف الاي الرقم الموجود عندي، فهي اي ليست انا عم بطبعها بالجمله الاولى. ليست اوف سترينج، فكلمه هلو رح يقسم لي اياها لاجزاء زي ما حكينا قبل شوي واطبع لي اياها. الان لما اعطي براكتس فاضيين معناته ليست فاضيه، فرح يعطيني البراكتس زي ما هم. بعضكم ممكن يحكي طيب دبل كوتيشن ليش ما حطيناها؟ هاي مش عبارة عن سترينج، هاي عبارة عن ليست فاضي ما فيه أي عناصر، ما ضفنا عليه أي عناصر نهائيا. ففي عندي فقط البراكتس بجيب لي إياهم زي ما هم، بطبع لي إياهم القيمة أو الليست الأولى طبع لي إياهم بالقيم نفسهم، الليست الثانية حط لي كل حرف بإندكس خاص فيه وقسم لي الكلمة لكاركترز، الليست الأخيرة هي الليست الفاضية اللي هي البراكتس without anything. طيب هل ممكن إني أبني ليست فاضية؟ ممكن أجي أحكي له حرف الأس يساوي البراكتس الفاضية هاي، أجي أحكي له الآن اطبع لي هاي الأس بالشكل هذا. فالآن برضه طبع لي البراكتس الفاضيين اللي احنا شفناهم قبل شوي. فممكن اني اعرفها كليست او ممكن احط البراكتس الفاضيين مباشره داخل جمله الطباعه الموجوده عندي هون. طبعا كثير مهم انه احنا نعرف نتعامل مع الليست، ورح نشوف كيف التصرف معاها باكثر من طريقه. الان الليست والسترينج شو التشابهات؟ شو الاختلافات ما بينهم؟ كيف ممكن نتعامل معهم؟ الان الكونكاتينيشن ممكن احنا نتعامل معاها بالنسبه للسترينج، وحكينا عنها اشاره البلاس وما في مشكله ابدا. طبعا الليست برضه ما في مشكله نهائيا. الريبيت ممكن انه نشتغلها عليهم. الاندكسنج بالنسبه لنا لا، انه انا بدي احكي مثلا السترينج في اندكس معين بستخدم هذول البراكتس، والليست في اندكس معين بنستخدم هذول البراكتس او الاوبريتر. السلايسنج حكينا به التقسيم، فالسترينج كنا نحكي انه بلش لي من اندكس معين لاندكس معين، مثلا انا كم بدي اعمل سكيب عن شيء معين، كم خطوه بدي امشي الى اخره، نقدر نعملها برضه بالنسبه للليست. الممبر شيب اللي هي انتمائها، فانه نستخدم الان اوبريتر فاحكي لك انه هل هذا العنصر موجود في هي الليست، فباجي بحكي لك اكس ان ليست بسمي اسم الليست الموجوده عندي، فبرضه بنقدر نستخدمها على الحالتين. اللينكث اللي هي الطول او عدد الكاركترز كانت بالنسبه للسترينج، بينما بالليست هم عدد القيم الموجودين كاندكسز مختلفين داخل الليست الموجوده. نشوف الاكزامبل التالي. فنطلع على الشكل التالي. الأولى أنه أنا بدي أعمل concatenation، فأنا بدي أربط list مع list تاني. فأنا باجي بحكي لك أنه الواحد واثنين وثلاثة تضف لي عليهم الرقم 4، فبضف لي إياها على آخر list الموجودة. ضرب 2 إحنا استخدمنا الضرب للتكرار، هون برضه رح نستخدمها للتكرار. فواحد 2 3 أنا بحكي لك كرر لي إياها مرتين، فرح يعطيني الواحد 2 3 مكررة مرتين بالشكل اللي إحنا بنشوفه. 1N123 هل الرقم 1 موجودة في هي القائمة أو لا؟ فبيعطينا ترو. عملية المقارنة رح يقارن لي عنصر عنصر، عند أول واحد مختلف رح يقرر لي إنه أوكي ولا مش أوكي.
هذول الجمل وين بدنا نحطهم؟ ممكن نحطهم في جمل الطباعة بالشكل التالي. فبرنت باجي بحكي لك عندك الليست، واحد اثنين ثلاثة، اعمل لي كونكاتينيشن مع الرقم أربعة زي ما هي موجود عندي في السلايد. إذا أنا بطبع هاي الليست عندي الرقم أربعة صار من ضمن القائمة الموجودة. هون رقم أربعة صار من ضمن القائمة الموجودة. نيجي على عملية الضرب اللي هي التكرار. أنا إجيت حكيت لك كرر لي إياها مرتين، فراح يطبع لي القائمة واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث. حكيت لك بدي ثلاث مرات، فراح يطبع لي الواحد اثنين ثلاث ثلاث مرات بالشكل اللي احنا شايفينه. برضه في عندي عملية الـ N أو استخدام الـ N. فنيجي هون، طبعا راح استخدمهم بـ if statements كمان شوي. فباجي بحكي لك 1 N الـ 1 2 3 الموجودة عندي، فهي true. طيب لو اجيت حكيت لك الآن مش الواحد، حكيت لك مثلا الرقم 11، هل موجود في 1 2 3؟ المفروض الآن يعطيني false. فبالشكل اللي احنا بنشوفه. آخر عملية اللي هي المقارنة between two lists. فخلينا ناخذ two lists نقارنهم مع بعض. فهي ال 1 2 3 هل هي أقل من 3 2 1؟ ننتبه هون ما بقارن لأنه الأرقام نفسها، إنه الثلاثة موجودة، الاثنين موجودة، الواحد موجود، لا. بيجي بتطلع لي على الإندكس الأول، شو فيه؟ الرقم واحد. هل هو أقل من القيمة في الإندكس سوري زيرو مع زيرو؟ فالإندكس زيرو فيها واحد، الإندكس زيرو فيها ثلاثة، فهي أقل، رح يعطيني ترو. طيب لو أنا إجيت هون حكيت لك لا، إجيت حكيت لك هون الصفر، فالواحد هل هي أقل من الصفر؟ لا، معناته رح يعطيني فولس من البداية. فبياخذ إندكس باي إندكس، ما دام هم متشابهين بضل الأمور أوكي. فواحد واحد، اثنين اثنين، الآن عند الثلاثة هل هي أقل من الواحد؟ الإجابة لا، فرح يعطيني فولس بهي الحالة. الآن إذا أنا بدي أحكي لك إنه هون ثلاثة، أغير إشارة المقارنة للمساواة. فهل هاي بتساوي هاي؟ الإجابة رح تكون ترو. طيب لو أنا حطيت هون قيمة إضافية، طبعاً أكيد مش متساوية ورح تكون مختلفة. إذا إجيت حكيت لك الأولى، سوري، إجيت حكيت لك الأولى هل هي أقل من الجزء الثاني؟ قارن الواحد مع الواحد، الاثنين مع الاثنين، ثلاثة مع الثلاث، الآن الأربعة الآن قيمة مختلفة، فأعطاني إنه هي أكبر بناء على هي الطريقة. طيب لو إجيت هون حكيت لك إنه حرف الـ A مثلاً، إنه هون اخترت لك نوعين مختلفات، فشو اللي راح يصير عندي؟ راح يعطيني مشكلة. إذا لازم يكون أنواع أو القيم اللي داخل التو ليستس من نفس النوع. كيف؟ الواحد انتجر، الواحد انتجر، اثنين انتجر، اثنين انتجر، ثلاث انتجر مع ثلاث انتجر. هلا الاي كاركتر او سترينج مع حرف مع رقم اربعه اللي هو انتجر، شو بحكي لي؟ ما بصير اعمل مقارنه بين سترينج و انتجر فاليو. طيب لو حطيت هون مثلا حرف البي، الان المقارنه رح تصير صحيحه. ليش؟ لانه ترتيب العناصر ونوع العناصر متشابهة. طيب لو اجيت حكيت لك هون 1.5، هل في مشكلة؟ القيم رقمية، ما في مشكلة. فإذا كان عندي سترينج في اندكس معين، لازم يكون سترينج في الاندكس المقابل له أو في نفس الاندكس في الليست الثانية، لحتى تتم عمليات المقارنة بشكل سليم، ما تصير عندي أي مشاكل في أثناء المقارنة إنه عندي نوعين مختلفات عن بعضهم، كيف أنا بدي أقارنهم؟ كيف أنا بدي أشتغل عليهم؟ نفس الشيء إذا أنا بتعامل مع ال خلينا نحكي مع البوليان، فإذا أنا حطيت عندي هون ترو، ننتبه إنه هون عندي حرف الـ A وهناك في عندي ترو، الآن كيف بدي أقارن لي إياهم؟ كيف بدي أشتغل لي عليهم؟ هل راح يقارن أو ما راح يقارن؟ الآن هاي طلعوا أعطاني المقارنة. ليش؟ لأنه كلمة ترو رح يتعامل لي معها as a string ويشتغل لي على أساسها. فإذا ننتبه إذا كان في عندي string ما بصير أقارنه مع integer value، وإلا رح يصير عندي مشاكل. الآن لو أنا إجيت حكيت لك هاي false بعملية المقارنة، فبرضه أوكي ما رح يتم أي مشاكل. طيب لو إجيت شلت القيمة هاي حطيت 0 الآن،
فبهي الحالة راح يقارن لي إياهم برضو، لأنه الترو هي كل القيم ما عدا الزيرو، فراح يختلفوا عن بعضهم البعض. ليش أعطاني فولس؟ لأن الواحد ونص مش أقل من الواحد في الإندكس زيرو، فمن البداية أعطاني الفولس الموجودة عندي الآن. هاي بالنسبة لهذا الإكزامبل. خلينا ناخذ الجزء اللي تحت كمان. الآن احكي لي بس ملاحظة بعملتي الكومباريزن، كومبير إندكس تو إندكس. فمرة ثانية الإندكس زيرو مع الإندكس زيرو، الاندكس واحد مع الاندكس واحد، الاندكس اثنين مع الاندكس اثنين، الاقي اول وحده فيها اختلاف، بقرر بناء على الاختلاف الموجود عندي. الان اذا انا بدي اتعامل مع السترينج واشتغل عليه، برضه بدنا نعرف كيف نشتغل عليه وكيف نتعامل معاه بدون اي مشاكل. فهون انا اجيت حكيت لك وورد، اعمل لي كلمه هلو عباره عن ليست، ما تجيب لي حرف الاتش لحال، الاي لحال، الال الاو. الان جيت حكيت لك عرف لي متغير ثاني او لست جديده خليها تساوي الورد، حاول اطبع لي اياها. فما في مشكله ابدا بين اللست الاولى والثانيه، هم نفس القيم اللي هي كلمه هلو، كل حرف باندكس معين خاص فيه. الان بدنا نعمل كونكاتينيشن، انا بدي اضيف على البست حرف الدبل، فأنا بدي أعمل concatenation، بدي أضيف على الليست حرف الدبليو الموجود عندي. طبعا مبدئيا رح أطبق لحد هون والبقية ما رح أطبقهم، طبعا هاي أنا عم بعمل comment من أكثر من سطر. أوكي. أوكي. تمام. الآن مرة ثانية كلمة وورد فيها كلمة هلو، لما أنا أجيت حكيت لك إيه خليها تساوي الوورد، أعطاني كلمة هلو زي ما هي. الآن بدنا نطبق الجزئية الثانية، إنه أنا بدي أعمل concatenation مع حرف الدبليو الموجود. فحرف الدبليو أنا بدي أعمل له concatenation، فضف لي إياه على مين؟ على الأي، لأنه أنا خبره إنه ضف لي إياه على الأي مش على الوورد. فإذا طبعت الوورد، الوورد هي كلمة هلو زي ما هي. بينما الـ A الآن أنا بالجملة الموجودة عندي إنه A زائد concatenation بمعنى آخر، ضف لي عليها حرف الـ W between brackets لحتى يحكي لي إنه أنا بدي أضيف على الليست القيمة هاي، فراح يضيف لي إياها. طيب لو أنا شلت الـ brackets الآن، حكيت لك ضف لي الـ W بهذا الشكل، فطلعوا كيف أعطاني مشكلة إنه الـ W هيك بيعتبر لي إياها string، بينما الـ A هي عبارة عن list. فإذا run time error الآن لازم البراكتس يكونوا موجودين إذا أنا بدي أشتغل معهم. الجملة الأخيرة الموجودة عندي هون، أوكي، إنه أنا برضو بدي أغير على الأي، فبدي أروح أغير في الإندكس 2 بدي أحط حرف الأس، فهل بصير هذا الحكي؟ بالنسبة للليست بصير ما في مشكلة، فطلعوا هاي عند إندكس 2 غير، كان في عندي حرف الأل الآن حط لي حرف الأس اللي أنا طلبته. طيب لو كانت عبارة عن string عادية، أنا إجيت حكيت لك الأس عبارة عن string، خليها تساوي كلمة هاي بالشكل هذا. إذا بتتذكروا حكينا عن هذا الموضوع، الاس index 0 خليه يساوي عندي مثلا حرف البي بدل الاتش، أنا بدي أغيره وبحكي لك print للأس الموجودة. الآن شو رح يصير عندي بهذا البرنامج؟ أعطاني خلل، بنفذ لي طبعا لعند اللي هي برنت للاي. الان كلمه هاي اوكي، لكن احنا حكينا انه هي اميوتابل، غير قابل للتعديل، ممنوع اغير باندكس معين، ممكن اضيف قيمه من خلال الكونكاتينيشن، لكن ممنوع اغير على اندكس محدد. فاعطاني انه انا ممنوع اني اعدل عليها، واعطاني ران تايم ايرور على هي الجمله. فهذا من الفروقات الأساسية بين الليست وبين السترينج. فالليست بإندكس معين، هي شوفوا الإندكس 2 غيرنا على القيمة وحطيناها حرف الأس، بينما بالإندكس 0 بالأس اللي هي السترينج فاريبل ما صار تعديل وصار عندي مشاكل مباشرة. فهي هي الديفرنس اللي احنا عم نحكي عنه هون، الديفرنس بين ليست اند سترينج. الليست كونتين ميكستشر اوف اني بايثون اوبجكت. بالنسبة للليست في عنده خلطة من الأنواع المختلفة، مش بس كاركترز، حطينا احنا الانتجر مع الدبل مع البوليوم مع السترينج كلياتهم داخل ليست واحدة، ما كان في مشاكل. بينما السترينج بتعامل مع كل القيم اللي انت بتحطهم داخل الدبل كوتيشن
as characters. فالالست زي ما احنا شفنا احنا حطينا رقم انتجر بعدين string بعدين double بعدين كلمة true اللي هي البوليان. النقطة الثانية المهمة اللي هي list are immutable. شو يعني immutable؟ يعني ال values can be changed، القيم بأي index أنا ممكن أعدل عليها، بينما ال string immutable بتعطيني runtime error إذا أنا بحاول أعدل على index معين. ال list are designed with the brackets اللي هم ال square brackets الموجودين عندي with elements separated with comma، لازم نستخدم الفاصل بين كل عنصر والثاني. الstring بيستخدم double quotation أو single quote. فهي الفروقات الأساسية. مرة تانية list mixture بينما string character، هي أول فرق. الفرق الثاني إنه list immutable والstring immutable. الفرق الثالث إنه هي list بيستخدم هذول البراكتس والفاصلة بينما string double quotation والsingle quote. نيجي الآن على ليست معينة كيف عم بتعامل معها، كيف عم بخزنها. فنطلع الـ A بحط لي إياها في مكان لحال، الواحد مكان لحاله، الـ A بمكان لحاله، الـ double number بمكان بموقع، الـ true بموقع. طبعاً الـ indexing بتبلش 0 1 2 3. إذا أنا بدي أمشي بالطريقة المعكوسة بمشي سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. الآن إذا أنا حاولت أطبع القيمة بالإندكس 1 بعطيني حرف الـ A. إذا أنا جيت بدي أحكي لك اطبع لي من عند الاندكس، طبعاً بالشكل هذا إنه صفر للاندكس قبل الثلاثة، فبدك تيجي تحكي صفر واحد اثنين، فرح يجيب لي الواحد والأي والثلاثة فاصلة واحد أربعة واحد خمسة تسعة. فالآن هذا الشكل داخل الذاكرة الرئيسية. بس للتوضيح، إحنا شو اللي بنشوفه عندي هون؟ إحنا بنشوف الشكل التالي، انه انا في عندي list 1 مثلا، ننتبه ما استخدم كلمه list لحالها، باجي بحكي لك هي الواحد، هي الثلاثه، هي كلمه هاي، هي كلمه true، هي مثلا 45 كرقم، هي مثلا معدل التراكمي خليه 8 او 86.368 الى اخره. الآن حكينا أي إندكس أنا بدي أغير عليه، باجي بحكي له اسم الليست، الإندكس اللي أنا بدي أغير عليه بيساوي القيمة اللي أنا بدي إياها. فأنا بدي أغير بدل كلمة هاي بدي أكتب كلمة أوكي. طبعاً ممكن أنا أعمل برينتينج لحتى نشوف الفرق بيناتهم. فهي برينت لا الليست 1 بهذا الشكل، وأرجع أعملها برينتينج بالشكل بعد التعديل بهذا الشكل. فالآن طلعوا أنا غيرت من كلمة هاي لكلمة أوكي في الاندكس رقم 2. الآن أنا برضه ممكن أشتغل زي ما هو عم بخبرني داخل السلايدات إنه من اندكس لاندكس معينة. فبرنت أنا ما بدي أطبعهم كلياتهم، أنا بدي أطبع ليست 1 في الاندكس مثلا خلينا نحكي 5. فالآن أنا شو القيمة اللي بده يطبع لي إياها؟ بهذا الشكل طبع لي الرقم 86.365. ننتبه انه الاندكسز لازم تكون صحيحه، فاذا انا حاولت اطبع بالاندكس 9 الان، الاندكس 9 مش موجود عندي، فبيعطيني ليست اندكس اوت اوف رينج اللي هي من نوع ران تايم ايرور. لو انا حكيت لهم معادله حسابيه ما في مشكله انه انا بدي اطبع القيمه موجوده في الاندكس 3 اللي هي قيمه ترو. فهون ننتبه انه شو الاندكس اللي انا بدي اطبعه، شو القيمه اللي انا بدي اطبعها الى اخره. طيب وجيت حكيت لك اطبع لي او خذ لي من الاندكس 1 للاندكس 3، شو معناها هاي؟ انه بلش من عند الاندكس 1 وخذ لي بعديها قبل ما توصل الثلاثه، فواحد اثنين، فبجيب لي رقم 3 وكلمه اوكي اللي بتطلع لي هون كلمه هاي، احنا عدلنا عليها بالجمله هاي فصارت عندي اوكي. الآن إذا أنا ما حددت لك البداية، الإندكس 0 كان في البداية معناها، فمن صفر لأقل من 3، فصفر 1 2 راح يجيب لي إياهم اللي 1 3 أوكي. فالإندكس الصفر 1 2. طيب إذا أنا بدي أشتغل مع إندكس سالب، هي سالب 3، فراح يجيب لي الآن كلمة ترو ويشتغل لي على أساسها. ننتبه إنه أنا ما بصير أستخدم الإندكس مثلا سالب 9 بهذا الشكل، ما عندي اندكس سالب 9، هي برضه اوت اوف رينج، خارج الحدود المعطاه لي.
سالب 5 رح يجيب لي قيمة موجودة عندي اللي هي الرقم 3. فمهم جدا نعرف كيف بدنا نتعامل مع هدول الاندكسز لحتى ما تصير عندي أي مشاكل من نوع ران تايم ايرور. الآن نكمل مع الاندكسز. فبحكي لي الاندكسنج كان بي ليتل كونفيوجن، ممكن انه احنا نتخربط، ممكن انه احنا نتمشكل، انه احنا ما نعرف شو اللي احنا بدي اشتغل عليه. فالبراكتس الان هي عباره عن ليست اور ان اندكس، شو بدها تمثل؟ فاذا انا بطلع على الشكل الموجود عندي البرنتنج كجمله، هاي الجمله شو بتحكي لي؟ هاي الجمله بتحكي لي انه عندك الليست اللي فيها القيم 11 22 33، جيب لي منها القيمه الموجوده في الاندكس واحد. فبهي الطريقة أنا عم بحكي له خلينا نشيل بس هدول آخر تنتين ونعمل طباعة على هذا الشكل. أنا طبعا هون في فراغ في البداية، فأنا بحكي لك إنه أنت عندك الليست اللي فيها القيم 11 22 33، اطبع لي القيمة الموجودة في الاندكس واحد. فال 11 في الاندكس 0، ال 22 في الاندكس واحد، فرح يطبع لي ال 22 بهي الحالة من هاي الليست. طيب لو اجيت انا على ليست اخرى اللي هي ليست اوف ليستس، خلينا ناخذها. فهون نقسمها لتو ليستس بهذا الشكل، اجي احكي لك بهذا الشكل بهي الطريقه. الان انا باجي بحكي لك اطبع لي من ليست واحد الاندكس زيرو واشتغل لي عليها بهذه الطريقه. طب شو بده يعمل بهي الحاله؟ احنا حكينا انه واحد ثلاثه هاي هي زيرو، ترو 45 ورقم 86 فاصلة رقم معين هي الاندكس واحد. فشو اللي راح يجيب لي اياه؟ طلعوا اعطاني مشكله. هل بصير استخدمها بنفس الطريقه السابقه؟ لا. اذا ما بصير اعطيه اسم الليست واشتغل معاها بهي الطريقه نهائيا. فهي برضه من نوع ران تايم ايرور. جمله الطباعه اللي اشتغلنا احنا عليها قبل شوي، احنا حكينا له انه عندك هي الليست من جمله الطباعه اطبع لي الاندكس واحد. اذا انا الليست معرفها سابقا مثل موجود عندي هون ليست واحد، باجي بحكي لك برنت اسم الليست الموجوده عندي اللي هي ليست واحد. اذا انا ببدي اكتبها كلياتها داخل ال الري او داخل جمله البرنت، والان بحدد لك الاندكس تبعك. اذا انا ما حددت الاندكس طلع وعم بيعطيني سنتاكس ايرور، لو انت فتحت لي البراكتس وانا عم بستنى منك الاندكس اللي انا بدي اياه، عم بحاول اطبع ما رح يطبع لي شيء انه انفاليد سنتاكس. ما بصير اكتب البراكتس اذا انا ما بدي اطبع من اندكس محدد، يا بكتب البراكتس مع الاندكس يا ما بكتب البراكتس ابدا. فالان اجيت حكيت لك اطبع لي من الاندكس 6 ران تايم ايرور. ليش؟ لانه انا ما عندي غير تو اندكسز. الان بحكي لك الاندكس 0 فراح يطبع لي الجزء ليست 1 الاندكس ارجيومنت اوت اوف رينج. فالليست 1 اوكي احنا هون حطينا البراكتس، بس نرجعها على الشكل الاساسي لحتى نشتغل عليها بشكل سليم بدون اي مشاكل. فالان لحتى تشتغل معي بشكل سليم لازم انه احنا نشيل البراكتس بهي الطريقه. طبعا هون عم بشيل لي من كلمه ترو بهي الشكل، وانا انتبه انه هون في عندي براكت زياده. فالان الاندكس 0 بجيب لي القيمه 1 اللي انا عم بشتغل عليها. فمهم جدا انه نشتغل على هي الامور. الان بحكي لي انه الجمله السابقه context solves the problem. Index always come at the end of an expression. يعني أنا بكتب لك اسم الليست كامل أو بحط لك الليست كاملة، بعد هيك بحط brackets بحدد لك الindex اللي أنا بدي أشتغل عليه. طبعا ممكن يكون في عندي اسم ال variable أو الليست كاملة زي ما هي موجودة عندي الآن. My list إذا افترض عندي القيم بالشكل التالي. فعندي ال A، عندي 1 2 3، عندي ال Z. فالآن what is the second element أو index one of the list اللي أنا بدي أشتغل عليها؟ فناخدها بالشكل اللي أنا موجودة فيه، مش موجودة أوكي، نحاول إنه ناخد الكودينج الموجود عندي ونشوف شو بده يطبع لنا بهي الحالة. فالآن هاي الليست الجديدة، طبعا ننتبه إنه هاي في عندي هون
اوكي بهذا الشكل. هاي كومنت، هاي برضه عبارة عن كومنت بهاي الطريقة. هون هذول بريكت. طبعا احنا هون لحتى تصير الجملة صحيحة بدنا نعمل برنت لحتى يطبع لي هاي القيمة. فأنا بدي أعمل طباعة فنكتبها بالشكل هذا. نفس الشيء بالنسبة للقائمة اللي تحت، برنت نحط الأقواس حتى تكون جملة الطباعة صحيحة بدون أي مشاكل. الآن عم بحكي لي ماي ليست، أوكي إحنا ما أخذنا التعريف الليست أصلا مشان هيك ما أخذ لي إياها بالشكل اللي أنا بدي إياه. فالآن بدنا تعريف الليست قبل ما إحنا نشتغل عليها. ننتبه في الامتحان إذا الليست مش معرفة ما رح يشتغل لي عليها. هاي هون برنت وبهي الطريقة إحنا عم نشتغل بشكل سليم. الآن الأولى ماي ليست الاندكس واحد القيمة أو القيمة صفر منها. فأنا هاي صفر هاي واحد هاي أول واحدة. بعد هيك الاندكس زيرو من الليست الجزئية فبيجيب لي الرقم واحد بهاي الحالة. فطلعوا كيف رح يجيب لي الرقم واحد مرة ثانية. الواحد اللي هي الاندكس من كل الليست. فعندي الاندكس زيرو، ال 1 2 3 هي اندكس واحد، الزد هي الاندكس اثنين. الآن واحد اللي هي 1 2 3. أنا باجي بحكي لك من الاندكس واحد جيب لي الاندكس زيرو. فالليست هاي عندي ال 1 2 3 شو الاندكس زيرو عنده؟ اللي هي الرقم واحد فبجيب لي اياه. ماي ليست الاندكس واحد بجيب لي القائمة 1 2 3 كلياتها لأنه هي فاليو واحدة. من الواحد اثنين ثلاثة الرقم زيرو أو الاندكس زيرو بجيب لي اللي هي الرقم واحد بالشكل اللي احنا شايفينه الآن. مرة ثانية الاي بعتبر لي إياها عبارة عن أول اندكس اللي هي الاندكس زيرو، الواحد اثنين ثلاثة الاندكس واحد، الزد هي الاندكس اثنين الموجودة عندي. لما أجي أحكي لك ماي ليست الاندكس واحد فبروح بتطلع شو الاندكس واحد فيه؟ الرقم واحد اثنين ثلاثة كقائمة. بحدد لك الآن من القائمة 1 2 3 اطبع لي بالاندكس 0 من هي القائمة فبجيب لي الرقم 1 لحاله. لو ضليت على ماي ليست الاندكس 1 بجيب لي القائمة كلياتها وبشتغل لي على هذا الأساس. الآن اللينكث للليست اللي هي عدد الإليمنت الموجودة في الليست بشكل عام. فإذا أنا حاولت أعمل برنت الآن للليست السابقة برنت length بالشكل هذا بتنكتب، بكتب لك الآن my underscore list. الآن كم طول الماي ليست؟ بعضكم رح يروح يحكي لي الاي واحد الرقم واحد هاي اثنين اثنين ثلاثة صاروا عندي أربع قيم، الزد خمسة. إجابة هيك غلط. الاي هي الاندكس زيرو هي رقم واحد، الواحد اثنين ثلاثة هي اندكس لحالها فهي قيمة واحدة صار عندي قيمتين. الزد هي القيمة الثالثة فرح يعطيني في اللينكث الرقم ثلاثة زي ما احنا شايفين الآن. فإذا بتعامل لي معها بهي الطريقة. إذا الواحد هي قيمة، الواحد اثنين هي قيمة الثانية، الثلاثة هي القيمة الثالثة فبيعطيني إنه في عندي ثلاث عناصر واللينكث لها ثلاثة. الآن مينيموم أو خلينا نكمل على موضوع الماي ليست. إجيت حكيت لك الماي ليست الإندكس واحد، أنا بدي اللينكث لإلها، هل بيجيب لي إياها؟ طلعوا جاب لي ثلاثة. شو اللي ثلاثة اللي موجودة؟ خلينا نغير على هاي بس القائمة نعملهم عنصرين بالشكل هذا، فراح يطبع لي اثنين في النهاية. ليش؟ أنا إجيت حكيت لك في الإندكس واحد من الماي ليست، الإندكس واحد في عندي قائمة جديدة، جيب لي اللينكث لهي القائمة فراح يجيب لك الرقم اثنين على هذا الأساس. الآن في عندي برضه فانكشنز جاهزين مثل المينيموم. شو يعني مينيمم؟ انه جيب لي اصغر قيمه لكن لازم يكونوا القيم الموجوده داخل هاي الليست من نفس النوع. الماكسيمم جيب لي اكبر قيمه برضه لازم يكونوا كلهم من نفس النوع. الصم اعمل لي مجموع لكن الان انا لازم يكون عندي ايش؟ كلهم قيم رقميه. فنيجي نطلع هل بصير اني اعمل لك المينيمم والماكسيمم بالليست السابقه هاي؟ خلينا نشيل هذا الجزء. اجيت حكيت لك المينيمم من الماي ليست بهذا الشكل.
هو عم بخبرنا انه لازم يكونوا كلهم من نفس النوع. انا عندي الان انواع مختلفه، عندي حرف الاي، عندي الواحد واثنين، وعندي الزد. فالان عطاني ران تايم ايرور انه انا فش عندي مجال اني اقارن الانواع الموجوده هاي هون. بعضكم ممكن يحكي طيب هذول لانهم تو ليست داخل بعضهم البعض، خلينا نحطهم ليست واحده بالشكل هذا، برضه راح يعطيني نفس الخطا. شو السبب؟ لانه انا لما بدي اشوف لي مقارنه مينيموم، كيف بدي اقارن لي حرف مع رقم؟ الحرف A بده يعمل لي as character، بينما الرقم واحد رح يتعامل معاه كرقم. طيب لو حطيت هدول داخل quotations بالشكل هذا، طبعا single quote أو double quotation ما في مشكلة أبدا، على الحالتين بعتبر لي as character. الآن كلهم صاروا من نوع string، فالآن إجا بحكي لي شو المينيمم فيهم؟ هي الرقم واحد. على أي أساس؟ على أساس الجداول اللي أخذناها سابقا، اللي هي الترميز او اليونيكود فاليو اللي بتخص اي وحده من هاي القيم. طيب لو كانوا كلهم ارقام، ما حطيت عندي ابدا قيم بهذا الشكل 2.5، جيت حكيت لك 6، حكيت لك سالب 1.6 بهذا الشكل. الان انا بدي المينيموم، فطبعا هون اوكي مش حاطين فاصله بين الارقام هاي، اوكي هاي فاصله 6 بوينت، اوكي ناخذها بدون بوينت، هاي فاصلة عادية. فالآن الفواصل هي الأساس، فجاب لي إنه المينيموم هي السالب 1.6. لو جيت حكيت لك أنا بدي الماكسيموم، الآن شو أكبر عنصر؟ طبعا الميكس مينيموم والماكسيموم نفس الشيء، فأكبر رقم اللي هو الستة. حكيت لك بدي الصم اللي هي المجموع، فراح يجمع لي الأرقام ويجيب لي النتيجة اللي هي الـ 8.9. فننتبه انه الصم هي للارقام فقط، المينيموم والماكسيموم بيشتغل على اساس انه في عندي المينيموم هي اصغر عنصر، الماكسيموم هي اكبر عنصر، وكيف بيشتغل على هذا الاساس. فما بصير اني نعمل اي شيء او نشتغل باي طريقه مخالفه لهي القواعد الموجوده. المينيموم والماكسيموم راح يعطيني ران تايم ايرور اذا كان في عندي انواع مختلفه. نفس الشيء بالصم، ما بصير يكون في عندي انواع مختلفه، كلهم لازم يكونوا انواع رقميه. انتجر دبل اتس اوكي لانها انواع رقميه، لكن اذا كان في عندي انواع رقميه وانواع من نوع سترينج ما بينفع عندي ابدا بهي الحاله. الان كيف رح نستخدم الايتريشن مع او نستخدم اللوبس مع الليست الموجوده عندي؟ فبحكي لي بكل سهوله انت بتقدر تمشي على العناصر داخل الليست عنصر عنصر. فبتعرف الليست، بعد هيك بتعمل لي الفور لوب اللي انت بدك تشتغل عليها. فخلينا نمشي على الليست الموجوده بالارقام هاي. فانا هون ما بدي اطبع لك الماي ليست ولا الصم ولا المينيمم، بدي اطبع لك قيمه معينه بهذا الشكل، خليها بس مبدئيا اجي احكي لك هون فور اي ان. طبعا رح استخدم الان، يا اما بحدد لك رينج الان يا بحكي لك اسم الليست. فمبدئيا رح نستخدم اسم الليست زي ما هو. فانا باجي بحكي لك ما دام الاي في الماي ليست، معناته امشي لي على كل عناصر الليست هاي، اطبع لي الان الاي. شو رح يطبع بهي الحاله؟ رح يقرا لي الاندكس 0 القيمه اللي فيه اللي هي 2، حط لي اياها في الاي يطبع لي اياها. بعد هيك بروح على الاندكس 1 اللي هي 2.5، حط لي اياها في الاي، بعد هيك بيطبع لي اياها. بعد هيك بقرا للستة بحط لي اياها في الاي بطبع لي اياها، سالب 1.6 بالعشرة بقرا لي اياها وبطبع لي اياها. فكل وحدة لحالها. الان لما احكي لك ان ماي ليست، الان المقصود فيها ان اقرا العناصر كلياتهم الموجودة في الماي ليست من البداية للنهاية، ما تعمل سكيب عن اي شيء ابدا، ما تقرا لي من اندكسز معينين واندكسز لا. فانا الاي كل مره عم بيقرا قيمه من الماي ليست بالترتيب اللي هم موجودين فيه، وعم بيعمل لي طباعه لهم. ممكن انه انا مش بس اعمل طباعه، ممكن انا اجي اعمل لك عمليه اضافه. فانا باجي بحكي لك الان اي بلس ايكوال 1، فانا زد لي عليها بمقدار 1 الان واطبع لي اياها، او ما بدي تطبع لي هون فقط لعمليه الزياده. واجي احكي لك الان هون اطبع لي قيمه الليست او الماي ليست.
هل هاي رح تشتغل؟ شو رح تعمل لي الجملة الموجودة عندي بالفور لوب الآن؟ فطلعوا القيم ضلوا زي ما هم. طيب شو زائد واحد أنا؟ طيب وين عملت هاي الزائد واحد؟ أنا ما عدلت على الماي ليست، ما عدلت على الليست الأساسية الموجودة عندي، أنا بعدل على مين قاعدة؟ على الآي. فأنا المرة الأولى بقرأ القيمة اثنين من الماي ليست بحطها في الآي، بحكي لك زد لي على الآي بمقدار واحد، فصارت الآي قيمتها ثلاثة. ما عملت شيء، لفيت. الآي الآن بيقرأ القيمة الثانية اثنين ونص، بحطها داخل الآي، اعمل لي اثنين ونص زائد واحد ثلاثة ونص. لكن هل أنا خزنت في الليست؟ الإجابة هي لا. هل أنا عدلت على الليست الموجودة؟ الإجابة هي لا. إذا هي الطريقة ما بتعدلي، أو باستخدام الفور لوب بهي الشكل أنا ما بعدل على الليست الموجودة، أنا فقط بقرأ القيم اللي موجودة داخل الليست، بحاول أتعامل معاهم بالشكل اللي أنا بناسبني. فممكن أعمل طباعة، ممكن أستخدم الآي ضمن معادلة، لكن إنه أنا أعدل على الماي ليست من خلال الفور لوب بهذا الشكل ما عم بعدل أبداً ولا بأي شكل من الأشكال. طيب إذا أنا بدي أعدل الآن على الليست الموجودة، فباجي بحكي لك for i in range، بحدد لك الآن الرينج. الرينج الآن يا إما بعد عدد العناصر اللي داخل الليست كم هم، يا إما باجي بحكي لك length لهي الماي ليست. ننتبه انه لازم الرينج تحطه داخل اقواس. طيب شو راح اعمل هون بهي الطريقه؟ طبعا هون ننتبه، طبعا هاي جمله الطباعه بتصير عندي بهذا المكان لحتى تصير الامور اوكي. الان شو اللي بده يصير بهذا الاكزامبل، او كيف انا بدي اتعامل مع هذا الاكزامبل، او كيف خليها البرنتنج هون، خلينا نعدل. طب احكي لك ماي ليست of index i اوكي خلي بلس ايكوال 1، شرط الجمع هون بدي ازيد. الان شو اللي بدي اسوي لي اياه في هذا الكود؟ انا عندي الليست عرفتها فيها الارقام 2 2 ونص 6 سالب 1 و6 بالعشره. الان الفور لوب حكيت لك الاي بلش لي اياها، من وين بدي بلشها؟ بما انه في عندي رينج، اذا انا مش محدد البدايه فهو الصفر. فإذا الآي راح تبدأ من عند الصفر، الآي قيمها أول قيمة راح تبلش عندي الصفر، بعد هيك الواحد، طيب بعد هيك لأيمتى راح أضل ماشي؟ نطلع أنا شو حاكي لك؟ لا ماي ليست اللينكس لإلها، يعني روح حد لي عدد العناصر اللي موجودة في وين اللينكس أو سوري الماي ليست الموجودة. فأربعة، حكينا إشارة المقارنة هي إيش هون؟ أقل من. فمعناته أنا بدي أمشي من الصفر تأوصل لإيش؟ أقل من عدد العناصر الموجودة في الماي ليست، كل مرة بدي أزيد واحد على القيمة الموجودة في الإندكس اللي أنا بدي إياه. فبالإندكس 0 بدي أزيد واحد، بالإندكس 2 واحد بدي أزيد القيمة واحد، بالإندكس 2. الآن إذا أنا حاولت أطبع الليست بعد هذا اللوب شو رح يعمل؟ رح يعمل لي مقدار الزيادة اللي أنا بشتغل عليه في كل مرة. فالثلاثة اللي هي 2 صارت زائد 1 3، 2 ونص زائد 1 3 ونص، 6 زائد 1 7، السالب 1.6 بالعشرة شلنا الواحد فصارت سالب 6 دوري طبعا الأصفار الموجودة عندي. هي الطريقة هي للتعديل، الطريقة السابقة هي فقط للقراءة. فإذا أنا بدي أعدل على قيم الليست، بدي أعدل على العناصر اللي بالليست، بعمل إيش؟ فور، بستخدم رينج معين. إذا أنا ما بدي أعد العناصر الموجودين داخل هي الليست بستخدم اللينكس، وبستغني عن إني موضوع إني أعد كل مرة شو العناصر الموجودة، شو المقدار أو المقادير اللي أنا زدتهم على هي الليست اللي عندي. طبعاً إذا أنا بدي أشتغل فقط طباعة بستخدم الجملة الموجودة عندي هون for i in list، فأنا بقرأ القيم بطبع لك إياهم بشتغل على هذا الأساس. حكينا الليست من البدايه هي ميوتابل. شو يعني ميوتابل؟ يعني القيم في اي اندكس قابل للتعديل، وانا بامكاني اني اعدل على اي قيمه من اي اندكس انا بدي اياها. السترنج حكينا انها ميوتابل، فانا مستحيل استطيع اني اغير على قيمه في اندكس معين. طبعا بحكي السترنج
immutable once created. امتى ما انا انشات السترينج الكونتنت cannot be changed. المحتويات ما بقدر اغير عليهم. ممكن اعمل concatenation لهم، اضاعف القيم هاي لكن ممنوع اروح اغير على اندكس معين. طبعا باي حاله من الاحوال انا ما بستطيع. New object can be created to reflect a change. فكل مرة أنا بدي أعمل تعديل من خلال concatenation رح يعرف لي object جديد لحتى أشتغل عليه، بينما الأساس نفسه مستحيل أعدل عليه. نطلع على الجمل الموجودة عندي هون ونطبقهم عندي في البرنامج ونشرح شو المقصود فيهم كلياتهم. أخذ copy ونشتغل على هذا الأساس. الآن my str عند هالقيم ABC. الآن ال str هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن string variable. الآن لما أجي أحكي لك، هي حكينا أنه هي immutable يعني غير قابلة للتعديل. فأنا بدي أحكي لك بالindex 0 أنا بدي أحط الزد بدل حرف ال A. طبقنا البرنامج runtime error. إذا هاي الجملة غير قابل للتنفيذ لأنه immutable غير قابل للتعديل. فأنا هاي الجملة بلغيها. الآن شو كيف أنا ممكن أعدل على الاندكس 0؟ نستخدم جملة الريبليس. فاسم السترينج دوت ريبليس، جيت حكيت لك بدل حرف الـ A حط لي حرف الزد واطبع لي. فالآن بجيب لي إياها بعد التعديل. شو اللي أنا بعمله هون؟ أنا عم بعرف أوبجكت جديد اسمه نيو اس تي آر، بغير على قيمة الماي اس تي ار، باخذ حرف الـ A بحط فيها حرف الزد مكانها وبخزن القيمة في النيو اس تي ار الجديدة اللي عندي. ما بستطيع اني اغير على الماي اس تي ار ابدا. فهون اذا حاولت انا اطبع الماي اس تي ار فريندز، الماي اس تي ار اللي هي الاولى او الاساسية بهذا الشكل، شو اللي راح يصير عندي؟ ما راح يصير عليها اي شيء، الماي اس تي ار ضلت اي بي سي. طيب التعديل وين انا خزنته؟ وين انا احتفظت فيه؟ احتفظت فيه بالنيو اس تي ار الموجوده. طيب لو كتبت هون ماي اس تي ار بصير طلعوا عطانا خلل على مين؟ على هاي، لانه انا شطبت النيو اس تي ار. فالان انا بدي التعديل دائم فعدل لي عليه. لكن انه هل بدي اعدل من خلال الاندكسز؟ الاجابه لا، بدي استخدم فانكشن ميثود موجوده عندي لحتى اقوم بالتعديل. عملية الريبليسمنت انه بدل لي عنصر بدل عنصر. ليست عباره عن ميوتبل، في اي وقت انت بدك اياه بدك تعدل بتقدر انت تعدل، تقدر انت تشتغل اللي بدك اياه على اي اندكس انت بتشوفه مناسب. فاذا انا اخذت الماي ليست بالشكل هذا وانا عم بعدل الان، اي كنترول في واجيت حكيت لك برنت للماي ليست الموجود. فالآن بدي أحاول أطبع عدل لي بالإندكس 0، حط لي 127 بدون أي مشاكل بدون أي خلل ممكن يصير عندي. ليست ميثود بحكي لي الآن كتذكير، الفانكشن عبارة عن برنامج صغير مثال عليه اللينكث، إنه بياخذ سم أرجيومنتس وبدنا نحط بارانثيسيز ونعطيه القيم هاي، فبالنهاية برجع لي ريتيرن أفاليو. الميثود هو عبارة عن فانكشن بيستخدم بطريقة خاصة ومستخدم من خلال جملة استدعاء. طبعا بيستخدم الأوبجكت أو ببعث له أوبجكت أو قيم أنا بدي إياها. الآن من ضمن الميثودز اللي أنا بدي أتعامل معها ميثود الأبند، إنه أنا ما بدي أعمل concatenation، أنا بدي أضيف على الليست. حكينا سابقا إنه إحنا ممكن نعمل concatenation على الليست، فأنا باجي بستخدم إشارة الزائد between brackets بحط القيمة اللي أنا بدي أضيف. الطريقة الثانية انه احنا نستخدم ميثود اسمها append. الأبند شو معناها؟ انه ضف لي على نهاية الليست السابقة العنصر الجديد. فالماي ليست هو الأوبجكت اللي انا بدي استخدمه بعملية الاستدعاء، الأبند هي الميثود، حرف الزد عندي هو الأرجيومنت بهي الطريقة. فمهم جدا انه احنا نعرف كيف نتعامل معه. فهي الكودينج ونشوف كيف التنفيذ بالنسبة لإله. هاي الشكل. فالآن أنا عم بحاول أطبع ماي ليست قبل التعديل، فلازم يعطيني A واحد ترو. حكيت لك append للزد معناته ضف للزد واطبع لي إياها A واحد ترو حرف الزد.
حكينا في طريقة ثانية بعملية الإضافة اللي هي أجي أحكي لك my list خليها تساوي الماي ليست نفسها concatenation مع القيمة اللي أنا بدي إياها between brackets ممكن أضيف الرقم 5 هون وأجي أحكي لك print الماي ليست هذا التعديل الثاني فعندي أكثر من طريقة إني أضيف يا إما من خلال الconcatenation الconcatenation ضف لي برضه على نهاية الليست أو من خلال الجملة الأبند الآن في أنت مخير إنه أنا أستخدم الميثود أباند ولا أنا أعمل الكونكاتينيشن الموجودة عندي هون. طبعاً حكينا إذا أنا هون ما بدي الرقم 5 مثلاً أنا حكيت لك ضف لي حرف الإكس فبرضو ما في مشكلة فبضف لي حرف الإكس بالطريقة هاي فإما بستخدم كونكاتينيشن أو بستخدم الأباند على الحالتين بيعمل لي إضافة على نهاية الليست الموجودة عندي وبعمل التعديل بهذه الطريقة My list الاندك 0 حط لي الاي معناته انا عدلت في الاندك 0 حطيت حرف الاي الموجودة عندي My list dot append معناته ضف لي على نهاية الليست My list dot extend انا بدي اكبر حجم الليست الموجودة My list dot pop انه انا بدي احذف الان My list dot insert انا بدي اضيف في اندكس معين وبدي اعمل ايش shifting او ازاحة لباقي العناصر ما بدي اكتب مكان عنصر موجود My list dot remove أحذف لي قيمة من هاي الليست dot sort للترتيب dot reverse لا خلينا نحكي عكس القيم فاللي بالإندكس 0 رح يصير في آخر إندكس والإندكس 1 في الإندكس قبل الأخير وهكذا فرح يعكس لي القيم الموجودة طبعاً رح نحكي عن هذول الميثودز رح نشوف كيف التنفيذ لهم واحدة واحدة طبعاً بحكي لي إنه most of these methods do not return a value ما برجعوا للقيم هاي الميثود فعليا ما بيرجعوا لي قيم هم فقط بيعمل اضافه او تغيير على الليست انا من خلال جمله ماي برنت لا الليست الموجوده انا بشوف التعديل اللي انا قمت فيه مثل الابند قبل شوي انا عملت ابند لكن هاي الميثود انا ما خزنت شيء منها ما عملت طباعه مباشره لها ليش انه هي ما لها ريتيرن فاليو ما بتطبع ما بترجع لي قيم نهائيا إذا أنا بدي أشوف التعديل اللي صار بنستخدم عملية طباعة للليست الأساسية ونشوف التعديل أو الناتج النهائي اللي بدي يطلع عندي فالآن كتطبيق عملي عليهم سوري إنه إحنا نرجع نكمل من هون فبحكي لي إنه this is because lists are mutable قابل للتعديل so the methods modify the list directly فالتعديل بتم وضعه على الليست بشكل مباشر ما بيرجع لي قيم نهائيا no need to return anything ما في داعي ان يرجع لي اي شيء ابدا طبعا هذا الشيء ممكن انه يسبب لنا نوع من الارتباك نوعا ما في البدايه لكن شوي شوي رح نفهم كيف التعامل معهم وحده وحده بدون اي مشاكل طبعا المحاضره القادمه رح اكمل مع الاكزامبلز اللي احنا بدنا نشوفهم كيف السورت كيف الريفيرس كيف الميثودز هذول واحدة واحدة راح نطبقهم الانسرت البوب الابند اوريدي اخذناها فاول جملة والثاني اخذناهم اوريدي راح نكمل من عند البوب للنهاية بالنسبة لمحاضرة اليوم هيك بكون انتهينا ويعطيكم العافية